ثلاثا خلصنا. قد صدق مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزلت. ولا تحسبن الذين عند ربهم يرزقون. أخرجه الترمذي. يقال كلمته كفاح، أي مواجهة ليس بيننا حجاب. عن ثابت إن أنسا قال هذا عني، فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه جبريل عن الله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة. وعن أبي خلدة رحمه الله